لا بأس أن يخرج الإنسان ليرى نعمة الله عز وجل على الناس بنزول المطر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يبدو إلى التلاع، والتلاع هي مصاب المياه من علو إلى سفل بعد نزول الأمطار. لكن الإشكال هنا هو ما يقع فيه البعض من الأخطاء، منها يخرج بسيارة قد اعتيد عليها في البر وهي مما تتحمل، لكنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، فإذا به يخوض في الصحاري. وقد سمعنا من أن هناك أناساً قد هلكوا مع أن لديهم سيارات تتحمل البر، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.